السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناه مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفه طبيعيه جديده. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بصحه جيده. وقبل ما نبدا الوصفه ديال اليوم، كنبغى نشكر صديقاتي واصدقائي على التواصل وكذلك على التشجيعات الدائمه والمتواصله. مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للوصفه العلاجيه اللي غنشارككم اليوم، عباره عن مشروب سحري اللي غادي يساعدنا بشكل كبير باش ننزلوا نسبه الكوليسترول في الدم اللي كاين عند بعض السيدات وبعض كذلك الرجال والشباب. هذا المشكل اللي ولا كثير، كذلك الناس اللي عندهم دهون متراكمه حول البطن. ان شاء الله بفضل هذا المشروب السحري اللي غادي نشربوه كل يوم لمده ديال 7 ايام او اسبوع، غتلاحظوا فرق كبير على مستوى البطن ديالكم. بالنسبه للمكونات كالعاده طبيعيه 100%، كلها عندها فوائد صحيه، غنيه بمضادات الاكسده، غنيه بالالياف والمعادن اللي كنحتاجوها، وفي نفس الوقت غتخلصنا من السوائل ومن الدهون المتراكمه اللي كتسبب لنا مشاكل صحيه. خليكم معايا لاخر الفيديو، الوصفه كتستحق انكم تجربوها وتشاركوها مع الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال ارتفاع نسبه الكوليسترول او الدهون الثلاثيه في الجسم ديالهم. اذا بفضل هذا المشروب اللي كيف ما كتشوفوا معايا سهل التحضير والمكونات ديالو كلها متواجده وفي كل مطبخ ديال كل سيده، وان شاء الله غادي تستافدوا منها بشكل كبير وغادي تجربوها. وحتى المذاق ديالو يعني نقدروا ناخذوه، ما فيه حتى شي صعوبه، ولكن نتيجه فعاله، لانه الله يحسن العوان الناس اللي عندهم مشكل ديال ارتفاع نسبه الكوليسترول كيعانيو من هذا المشكل. كتكون عندهم دوخه، كيكون عندهم كثره شرب السوائل، كيكون عندهم كسل، خمول، يعني ما كيقدروش يمارسوا حياتهم اليوميه او الشخصيه بشكل عادي، وكذلك تكون عندهم اعراض جانبيه اخرى بالاضافه يعني الثقل في الوزن بالنسبه للناس اللي عندهم الشحوم متراكمه حول البطن ديالهم. اذا غادي نتخلصوا ان شاء الله من هذه المشاكل الصحيه ونسترجعوا الطاقه ديالنا والحيويه ديالنا بفضل هذا المشروب العلاجي الطبيعي 100%. اذا بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هذا المشروب ديالنا، غنحتاجو الحبه واحده من الدنجال او الباذنجان. الباذنجان عنده فوائد كثيره صحيه، غني بمضادات الاكسده، طارد للسموم. الناس اللي كتكون عندهم السموم في الامعاء او على مستوى المعده كتسبب لهم حرقه، كتسبب لهم يعني سوء الهضم، ثقل في الوزن، ثقل في الهضم، ومشاكل على مستوى المراره او الكبد. بالنسبه للدنجان ناكلوه يوميا على شكل سلطه، مفيد جدا. واليوم ان شاء الله غادي نشارككم طريقه اخرى اللي هي هذا المشروب اللي سهل التحضير وعنده فعاليه مهمه جدا على الصحه ديالنا. وبالنسبه للمكون الثاني غادي نحتاجو الليمون او الحامض. الليمون او الحامض اللي هو مضاد للسموم اللي كتكون في الجسم، كذلك كترد السوائل الكثيره اللي كتبقى في البطن ديالنا، كيرفع كذلك من نسبه المناعه في الجسم. الناس اللي كيمرضوا يعني بشكل كبير او بشكل يعني كل مره كيمرضوا بالبرد بعد الامراض اللي كتكون بسيطه، بالنسبه للليمون اللي بقينا كناخذوه بشكل يومي على شكل عصير كل صباح بطبيعه الحال مخفف مع الماء، راه كيقينا وكيحفظنا من هاد المشاكل، يعني مضاد للامراض والبكتيريا والفيروسات بشكل كبير. وبالنسبه للمكون الاخير اللي هو الكمون البلدي. الكمون البلدي حتى هو مهم جدا وفعال في هاد الوصفه، يعني ما يمكنش نستغناو عليه لا بدا ما يكون حاضر. كناخذوا الكمون البلدي وكنطحنوه على يدينا باش نكونوا واثقين من الجوده ديالو، وبطبيعه الحال حتى هو مضاد للشحوم والدهون اللي كتكون في الجسم، وكيعمل يعني على تحسين الهضم بواحد الدرجه كبيره، وطارد كذلك لل ارتفاع نسبة الكوليسترول، يعني كينزل الكوليسترول بدرجة كبيرة. البنات اللي كيستعملوا الحمياس يعني مدة طويلة كياخدوه مع السلطة كل يوم، وكيعطي نتائج رائعة، وكيعزز عملية الهضم، وكيرفع كذلك المناعة. إذا ثلاثة ديال المكونات فقط، حبة ديال الباذنجان متوسطة، ليمون أو الحامض، وكذلك معلقة صغيرة من الكمون البلدي. دابا غادي نقطع هاد المكونات، بطبيعة الحال كنغسلوها وكننظفوها مزيان، من بعد غادي نقطعوها ونستعملوها في الخلاط الكهربائي باش نحصلو على هاد المشروب. إذا غادي ناخدو الليمون وغادي نقطعوه في قطع صغيرة بالقشر ديالو، لابد ما نحتفظو بالقشر ديالو. الوصفة سهلة، ما تاخدش منكم وقت كبير، ما تاخدش منكم مجهود، ولكن راه عندها فعالية كبيرة وعندها واحد الفائدة على الجسم ديالنا.
انها كترد السموم وكترد السوائل الزائده والشحوم اللي كتبقى في الجسم ديالنا وكتسبب لنا امراض. الله يحفظ الجميع. اذا من بعد ما قطعت الليمون او الحامض غادي ناخذ حبه ديال الباذنجان او الباذنجان وغادي نقطعها حتى هي قطع صغيره باش يسهل علينا اننا نخلطوها في الخلاط الكهربائي او نطحنوها باش نحصلوا على المشروب ديالنا. اذا بنفس الطريقه غادي نقطع المكونات قطع صغيره حتى الباذنجان او الباذنجان غادي نخليو ليه القشر ديالو لان الفائده كلها كتكون في القشر، هي اللي كتكون غنيه بالفيتامينات والالياف وكذلك مضادات الاكسده اللي حنا محتاجينها والمعادن اللي بغيناها باش نحتفظوا بها في الجسم ديالنا. قالت لي فقط هذه القطعه الصغيره. الناس اللي عندهم كذلك السكري كنصحوا الاطباء واخصائي التغذيه بتناول الدنجال او الباذنجان على شكل سلطه او لف مع الخضر متنوعه، كيعطيهم واحد توازن على مستوى السكر في الدم بطبيعه الحال وكيحافظ على التوازن ديال نسبه الكوليسترول في الدم ديالنا. اذا من بعد ما قطعت الحامض او الليمون وقطعت الباذنجان غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نخلط كل المكونات بالاضافه الى الكمون البلدي. اذا من بعد ما خديت الخلاط الكهربائي غادي نوضع فيه الحبه ديال الباذنجان اللي قطعناها وكذلك الليمون الحامض بالقشر ديالو بطبيعه الحال. وبقى لي اخر مكون اللي هو الكمون البلدي على شكل مسحوق بطبيعه الحال لابد ما يكون مطحون. طحنوا عليه يدينا من الاحسن. وغادي نضيف كاس كبير من الماء الدافئ ودابا غادي نطحن هاد المكونات كامله حتى نحصل على مشروب ومن بعد خليكم معايا. اذا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما طحنتو دابا غادي نصفيه مزيان وغادي نوضعوه في الكاس ديالنا. اذا ها هو المشروب ديالي جاهز بطبيعه الحال. غادي ناخذوه كل يوم المده ديال 7 ايام المده ديال اسبوع. كنشربوه كل يوم في الليل قبل ما ننعسوا يعني قبل النوم وان شاء الله غادي تستفدوا منه بشكل كبير. مشروب صحي 100% وعنده فوائد صحيه كثيره غيساعدكم باش تخلصوا من السموم اللي كاينه في الجسم والدهون المتراكمه. كنتمنى انكم تجربوه وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال ارتفاع نسبه الكوليسترول والدهون في الجسم ديالهم او البطن كتكون بارزه وكبيره. شكرا لكم والى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.